من كام أسبوع كنت كلمتكم عن ارتباط الخلاص بأناجيل آحاد الصوم. النهاردة بنعمة المسيح هنتكلم عن ارتباط التوبة بأناجيل آحاد الصوم، وده يدينا دليل وبرهان إن الآباء لما حطوا القراءات كان بإرشاد الروح القدس، يعني كانوا فاهمين القراءات ديت بتخدم ايه وايه وايه وايه، مش محطوطة كده اي كلام، لا ده بإرشاد الروح القدس. لما نيجي نشوف ارتباط التوبة بنجيل احد الصوم، اول حاجة اما تقروا في الاناجيل في احد الصوم هتلاقوا فيه تشجيع للتوبة، في حاجات بتشجعك انك انت تروح تتوب. طب دي فين في اللي قاله ربنا في الإنجيل؟ قال لك من يقبل إلي لا أخرجه، إن الله لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى. يبقى في وعد من ربنا، اللي يرجع له يقبله، اللي يتوب يغفر له. عليها فين في أناجيل أحد الصوم بقى؟ في أحد الابن الضال يقول كده إيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. مين شاف التاني، الابن ولا الاب؟ الاب. الاب كان بعد ما مشي ابنه كل يوم كان يبص في الطريق مستني او مترجي ان ابنه يجي، عشان كده هو شاف ابنه وهو جاي في الطريق من بعيد قبل ما الابن يشوف ابوه. يبقى إذا ربنا عينه على كل واحد فينا، عين عليك من أول السنة لآخرها، عين ربنا على كل واحد فينا، إيه اللي بيحصل بقى؟ طبعا كون الأب كل يوم يبص في السكة ومنتظر عودة ابنه يعني لم يفقد الرجاء، يعني اليأس دوت ما كانش عنده خالص، كان عنده رجاء ان ابنه هيرجع. ايضا برضه ربنا ما بيقسم الرجوع الخاطئ زي ما انتم شايفين، يعني مثلا اللص اليمين في اخر لحظه في حياته ربنا قبله، ما قالوش انت كنت فين طول عمرك ولا كنت بتعمل ايه طول عمرك، ما دام تاب غفر له. دي حاجة تانية، يقول لك إن الأب تحنن رآه أبوه فتحنن. هكذا ربنا بيتحنن على أولاده لما بيشوف كل ما بيشوف الواحد فين واقف في خطية ومجروح وتعبان، ربنا بيشفق عليه ويتحنن عليه ويديله نعمة إنه يقوم من الكبوة بتاعته. عشان كده إحنا في اللي بيصلي في الأجبية دايماً بنقول نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا، وهكذا إلى بقية الحياة. الأب قبل ابنه لما رجع، ما قالوش يا وحش يا قليل الأصل ما نفعتش فيك التربية، سبتيني ومشيت وأنا محتاج لك زي وأخوك محتاج لك، لا خده وخده بالحضن وباسه. هكذا ربنا بإيه بيقبل كل واحد يقدم توبة. الآب يظهر في صورة المحتاج إزاي؟ ربنا قال إيه، يا ابني أعطيني قلبك. شوفوا خدوا بالكم بقى، ربنا من تواضعه يقول لك إيه، يا ابني أعطيني قلبك. دي هنلاقيها فين بقى في أناجيل أحد الصوم؟ في المرأة السامرية، فقال لها يسوع اعطني لأشرب. يعني أنت يا رب ينبوع الحياة كلها ونبع المياه كلها، وأنت أي حد عشان يقبل إليك يرتوي تطلب من السامرية مياه ليشرب. إذا ربنا مستني توبتك، عايز توبتك، لا شاء موت الخاطئ
مثل ما يرجع ويحيا. شجعها لما اجابها عن بالصدق عن سؤاله، قال لها ازاي وهات جوزك؟ قلت له ما عنديش. قال لها هذا قلت بالصدق. يبقى انت هنا يا ربنا بيشجعني، يقول لك ايه؟ شجعوا صغار النفوس، قصبة مردودة لا تقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني اللي فيه رمق ما تنهيش عليه. خدين بالكم يعني فتيلة مدخنة ديت لو جبت قشتين ثلاثة وحطيتها ونفخت فيها نفختين هتولع، يبقى انت هتحتاج للولعة دي. أو القصبة هو عارفين عيدان القمح دي أحيانا بتضعضع، يعني ما تاخدها كده اللي بيعملوا بيها الصور وكلام من ده وبتاع، ما تقصفهاش يعني، خليها واقفة بدل ما تضعضع وتتكسر. هكذا ربنا على الرغم من الجروح اللي بتبقى متصاب بيها، ولأن الخطية قوية وكل قتلها أقوياء، لكن هو برضو إيه بيطبطب عليك ويضمد جراحاتك. الحاجة الثانية إنه يشفي التائب، يشفي التائب من مرض الخطية، ودي لقيها في المخلع. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. يبقى خدوا بالكم، طالما المخلع 38 سنة رائد ما يتحركش وقام، يعني جراله ايه؟ شفى. ربنا شفاه، شفاه 100%، مش محتاج لفترة نقاهة او فترة يعني ياخد علاج طبيعي عشان رجله تاخد على المشي، لا على طول وقف 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 على طول. وربنا بيقول لكل واحد فينا، بيقول لكل واحد فينا قوم. تفتكر انا اقوم من ايه؟ اول حاجه اقوم فيها اقوم منها مجلس المستهزئين، يقول لك توبه للرجل وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. يعني ما تقعدش مع ناس قاعده تهزر كلام فاضي وكلام مسخره وقعدات اللي بتتقعد ديت. قوم. حاجه تانيه، قوم من نوم الغفلة. يعني احنا في الصيام دلوقتي، هل كلنا مواظبين على الصلاة؟ هل كلنا مواظبين على قراءة الكتاب؟ هل كلنا مواظبين على حضور القداسات؟ يبقى انت ايه؟ نايم على روحك. عشان كده يقول لك ايه؟ قوم. يقول لك انها الان ساعة لنستيقظ من النوم. طبعا المقصود بالنوم النوم الايه؟ الروحي. ايضا يقول لي قوم افتح الباب. ايه هو الباب؟ القلب. انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه. يبقى إيه لما تسمع صوت ربنا لازم تفتح الباب. تقوم تفتح على طول، ما تقولش انا نايم تعبان او مكسل او شغل طول النهار او بتاع، لا. زي مثلا النهارده مثلا، يعني برضو لما بدانا العشيه، قصدي الصلاه بتاعت بالليل المساء، مفيش حد كان موجود وكلكم قاعدين في بيوتكم، صح؟ ليه ما تيجي بدري شويه؟ خد بركه الصلاه. ربنا يقويكم. ايضا يقول لك ايه؟ قوم ارجع لابيك السماوي. طول ما انت بعيد، الابن الضال بعيد، هو بعيد عن ابوه. طول ما انت بعيد عن ربنا، بعيد عن علاقتك بيه، فانت ايه؟ في حاله موت روحي. يقول لك ايه؟ فزي الابن الضال يقول لك اقوم واذهب الى ابي واقول اخطات في السماء قدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ايه ابنا. ايضا الانسان اللي واقع في الخطيه، هطلع منها ازاي؟ لا خلاص ما فيش فايده فيا، والشيطان بيفضل ايه يديله ياس 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 ياس. هتروح الكنيسه ازاي تصلي وانت كل خطيه؟ خدين بالكم، هتروح تتوب وتقول لابونا ايه؟ مش مكسوف من نفسك؟ ييأسك 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 ييأسك. عشان كده في ربنا يقول لنا ايه؟
قم من الأموات، طبعا لأن في كلنا الخاطئ هو ميت روحي طبعا، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يبقى إذن ربنا يطلب من كل واحد فينا أنه يقوم زي ما الابن الضال قام ورجع إلى أبيه. في شوية عقبات بقى وانت في طريقك للتوبة. إيه العقبات؟ خد بالك من اليأس، ممكن تكون الخطية جامدة عليك وانت ماشي مع الخطية وتقول ايه مش ممكن اقدر اتوب، مش ممكن اقدر ارجع، مش ممكن، مش عارف ايه، مش ممكن اروح الكنيسة. خد بالك من الحتة دي، احذر من اليأس وفقدان الرجاء. القديس أوغسطينوس كان بعيد عن ربنا سنين وعمل كل الخطايا اللي تخطر على بالك والتي لم تخطر على بالك، لكن رجع. كانت أمه مونيكا بتصلي بدموع، بتصلي بدموع، فابن الدموع ديت لا يمكن. يجي بقى ايه ربنا يقول لك ايه؟ لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم. ربنا مش هيحاسبك انت غلطت في ايه، ربنا هيحاسبك انت ما تبتش ليه. باب التوبه مفتوح، احنا في عهد النعمه دلوقتي، باب التوبه مفتوح. تعملش زي العذارى الجاهلات، هيجي وقت تقفل الباب تخبط ما عرفكوش. فخد بالك انك انت انتهز كل فرصه ان تقدم توبه. اقعد مع نفسك بالليل كل يوم، انا شتمت الصبح وعملت حاجه غلط وبصيت على واحده مش عارف ايه، شربت حاجه مش مظبوطه، حاسب نفسك كل يوم، حاسب نفسك. فربنا هيديك نعمه، خدين بالك انت كده كانك بتستمطر او بتجذب عمل النعمه فيك انك انت تقعد تحاسب نفسك. احذر من الجمع بين محبه المال ومحبة العالم. الكتاب يقول لك أما تعلمون أن محبة المال أو محبة العالم عداوة لله، لأن كل ما في العالم شهوة جسد شهوة عيون تعظم معيشة. هنلاقي فين الكلام ده؟ في أحد الكنوز، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. طبعا في فكره غلط بتيجي في دماغنا ان المال ديت، او احنا فاهمين الايه غلط، يقول لك المال اصل كل الشرور. الناس فاهمه برضو الايه دي غلط. المال دي بركه ونعمه ما عند ربنا، وزن ربنا بيديها لك. يعني مثلا المحتاجين مش بناء على عطاياكم، بناء الكنائس مش عطايا الناس، مش فلوس، واخدين بالكم؟ اذا الفلوس لما تخدم ربنا لكن محبة المال بقى، ايه المقصود بمحبة المال؟ انا عايز ازود الفلوس اللي معايا فببص على غيري، يا ده عنده مش عارف ايه، يا ده هيتاخده، اللي عنده يجي عندنا، واخدين بالكم؟ ممكن في مثلا ورث ولا حاجه اظلم البنات مثلا، او اظلم اخويا الصغير. غير ولا تحسد لا يعني في معناها، في معنى تاني. الغيره في الحسن دي كويس، يعني ايه معنى غيره في الحسن؟ افهمها لك. يعني مثلا اما تبص القديس مثلا الاب بشيخ بيصلي بالليل لغايه تاني يوم مثلا، ما ده بالك انا عايز اعمل زيه. مثلا في ولد مثلا في التسبيحه هنا، ولد صغير مثلا في المرادات، انا عايز ابقى زيه، اروح احفظ، اروح عند المعلم يحفظني، ما ده بالك. دي الغيره في الحسنى. اما الغيره التانيه بقى انك انت المقصود بيها انك انت عايز النعمه اللي في فلان دوت يغور وتيجي عندنا النعمة دي بتاعته. الفلوس اللي عنده هو يغور في 60 داهية، والفلوس اللي عنده تيجي عندنا.
ادي معنى الآية اللي بقول لك عليها. فهمت اقصد بقى ايه؟ تغيير في حاجة كويسة. لا تتمنى موت الآخر أو زوال النعمة من الآخر أو 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 أو. دي صعبة أوي. إمتى المال يبقى خطر عليك، يبقى السيد عليك، يبقى إلهك المال؟ إمتى؟ أول حاجة لما تنشغل بيه. زي ما قلت لكم من شوية، محبة المال أصل كل الشرور. إذا ابتلاها قوما ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع شديدة. دي لما تنشغل بالفلوس. قد تدفعك للسرقة والتزوير والاختلاس. ودي الآية في اللي بيشتغلوا حتى في الأعمال الحرة، هلاقي في ناس بتلعب لعب كبير قوي، يعني عايز يغتني، يجي يقعد بالليل يقعد له يلعب له 10 طاوله ب 200 300 جنيه وخلاص، يسرق الصبح وبعد الظهر بالليل يقعد على القهوه او في الغرزه يشد نفسين وايه ويلعب له 10 كوتشينه ويصرف 200 300 جنيه ادي. لا ما اعرفش انا الحاجات دي، لسه ما اعرفهاش. انا بتكلم عن حاجات من 30 40 سنه، الغرزه دي بقى لها زمان. يبقى لما ابدا ايضا المال يبقى السيد واله ليك لما تتكل عليه، تتكل عليه. انا بجيب مثلا 20 30 جنيه اقعد احط على رجل انا بفلوسي، خدين بالكم. اما تتكل على المال، او زي المثل يقول لك ايه، الحته اللي ترش فيها الميه يجي لك منها الطراوه، في مثل كده دارج ان كنتوا عارفينه او مش عارفينه ما اعرفش. المهم يبقى هنا لما تتكل على المال دي تبقى دي مشكله خالص. يقول لك ايه، ما اعصر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت الله. انا بقولش المال وحش، المال بركه ووزنه ربنا بيديها لك، لكن امتى يبقى المال وحش؟ لما تنشغل بيه، لما يدفعك للسرقة والظلم، لما تبذر في الأمور التافهة، تبذر في الأمور التافهة. يعني في الأفراح اللي بنشوفها ديت، ويقف واحد يمسك له رزبة فلوس، أنتوا واخدين بالكم؟ يعني ما ده إيه ده؟ يعني كلام فاضي طبعًا، يعني لا صح. زي الابن بذر ماله في عيش مسرف. ايوه ما يعني لا، ممكن واحد غلبان زي حالتنا ماسك شويه جنيهات يعمل كده، جنيه مش ميات او ميتينات يعني. طيب خد بالك بقى، من احذرك من هموم العالم. أكتر حاجة تضيع البني آدم لو شال الهم، زي بيقولوا كده شيل الهم يقصف العمر. طبعا عمر بيد ربنا طبعا، بس يخليك قاعد يعني بيجي في وقت عليك بتتمنى انك تبقى تموت. شيل الهم دوت، ربنا يبعدكم عنه. ليه شيل الهم متعب؟ بيؤدي لقلق وانزعاج. ما دام قلقت واضطربت من جواك، يبقى على طول ايمانك ضعيف، فقدت ثقتك في ربنا. ما فيهاش كلام غير كده. الكتاب يقول لك ايه، القى على رب همومك وهو يعتني بيك. واخدين بالكم؟ القى على رب همومك وهو يعتني بيك ويعولك. في ايه تانيه يقول لك ويعولك. ارمي على ربنا، شيل الهم، همي كذا، قول لربنا، اتكلم معاه، اتكلم معاه، مش تسكت. لا، دي بتبان في احد الكنوز. بيقول لك لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون. ليه؟
ان ربنا عارف الاحتياجات من قبل ما تقولها. بس اهم حاجة ايه؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، واما هذه تزاد لكم. نبالك اصل انت لو اهتميت بالملكوت، اهتميت بالمسيح، هتشبع بيه، مش هتفكر هتاكل ايه ولا هتلبس ايه ولا ده. هتشكر ربنا على اقل اكله. ان كان لنا قطوه قسوه فلنكتفي بهما. مين اللي يقول ديت؟ اللي يقول علاقه مع ربنا. اللي يقول علاقه مع ربنا. واحد مش علاقه مع ربنا لو جبت له كل يوم ديك رومي برضه مش هيقول، هيحس انه جعان. ما عندوش قناعه داخليه. انتوا واخدين بالكم؟ ربنا يحافظ عليكم يعني. احذر من اغراءات العالم والخضوع لاغراءات ابليس. يقول لك لا تحبوا العالم والاشياء التي في العالم، لان كل ما في العالم زي ما احنا قلنا شهوه جسد شهوه عظم معيشه. ابليس بيلعب معانا لعبه خطيره جدا. عمره ما يقول لك ما تصليش. يقول لك اجل الصلاه. تأجل الصلاة وتأجل 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 لغاية لما توصل انك انت ناس نسيت انك بتأجل الصلاة ونسيت الصلاة نفسها. يجي مثلا واحد تبقى قاعد مثلا في فرح شعبي كده، واحد يقدم لك سيجارة، يا عم احنا فرح وبتاع مش عارف ايه، خد بالك مش هيجري حاجة يعني. هتاخد السيجارة ديت مش كيفت طبعا، سيجارة مغموسة طبعا مش عاف. واخدين بالكم؟ اذا انت هنا بتنزل في الطين برجليك. خدوا بالكم من الخطوة الأولية في الخطية. أول خطوة يتتراجع عنها، يا خطيت فيها ودخلت في الخطوة الثانية هتحتاج مجهود عشان ترجع للأصل بتاعك. طب وانت ليه تتعب نفسك بقى في الجهادات دي كلها؟ دي هنلاقيها في أحد التجربة. ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم. يعني المسيح طلع معاه في الجبل وراه ممالك العالم، قال له شايف العالم كله، أنا بقى دي بتاعتي وأنا هداك لو سجدت ليا. إذا أهم حاجة عند الشيطان إنك تخضع لي، تبقى تبعه. واخدين بالكم؟ ده اللي حاول يعمله مع سيد المسيح، لأنه كان متشكك. هل هو ابن الله ولا مش ابن الله؟ فحب يغريه زي ما أغرى إيه؟ حواء وآدم. لكن طبعا كان رد المسيح قال له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده إيه؟ تعبد. لغاية كده مفهوم ولا في حاجة عايزين استيضاح؟ مفهومة؟ مفهوم اللي أنا بقوله؟ طيب. وصاية روحية في طريق التوبة. طبعا عشان تتوب الموضوع كده مش جهجول، في حاجات لازم تعملها وتسلك فيها. الصدقة والصلاة والصوم ده جاي في أحد الرفاع. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. الصدقة مهمة جدا، مش في قيمتها أو في عددها، لا. أنت لو الأرملة حطت فلسين، السيد المسيح مدها عن الأغنياء اللي بيحطوا بالكوم. كونك تدفع صدقة يبقى أنت خرجت من نفسك إلى الآخر. بدأت تشعر بإحتياجات الآخر. خدي بالكم؟ دي حاجة.
بتشعر بمشاعره واحتياجاته، هتبدأ انت تحاول توفي على حسب ما ربنا ما يعطيك احتياجات الفقير او واحد مريض او 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 او, أو. دي بالنسبة مهمة جدا. ما دام خرجت من نفسك، خرجت من أنانيتك، خرجت من القوقعة اللي انت حاصر نفسك فيها، وبقيت تمد للآخر كده، انت ايه؟ بتدي المسيح. اللي بيدي الفقير بيدي المسيح على طول كده، ما فيهاش كلام. حاجة تانية، الصلاة مهمة قوي في طريق التوبة، انك انت تصلي. صلي ربنا يديك نعمة ويكشف لك خطاياك اللي انت مش فاكرها، او اللي انت مفتكر انها مش خطية. عمل النعمة انه ايه؟ يخليك، يبكتك على الخطية. فانت محتاج انك تصلي ربنا تكشف له كل متاعبك وكل ضعفاتك. واخدين بالكم؟ يقوم ربنا ايه؟ يديك نعمة. الحاجة التالتة، لما تصوم ادهن رأسك واغسل وجهك. الصوم بتضبط جسدك عشان النفس تنتعش والروح تنطلق وتسحب الجسد معاها للعمل الروحي. يقول لك الانسان ده روحاني. ايه روحاني؟ يعني ايه معنته روحاني؟ يعني ايه؟ يعني الروح بتقود الجسد. الروح بتقود الجسد. يعني ايه بتقود الجسد؟ يعني انا بصلي، انا مش واقف دلوقتي قدامكم برفع ايديا، واقف على رجليا، بتكلم بلساني، بشوف بعينيا، بفكر بعقلي، كل دوت الجسد. الروح بقى يقود ده كل ربنا. الروح يقود ده كل الجسد ده كله لربنا. يبقى يقول لك الانسان ده بيعمل اعمال روحيه. بيعمل اعمال روحيه. آخر حاجة، إيه بركات التوبة بقى؟ يبقى إحنا خدنا في الأول إيه اللي بيشجعنا على التوبة، وبعدين خدنا المحاذير أو تاخد بالك وأنت في طريق التوبة، وبعدين خدنا الوسائط الروحية اللي لازم تبقى معاك أثناء التوبة. آخر حاجة بركات التوبة. أول حاجة، ينعم عليك بالبصيرة الروحية. المولود أعمى يقول لك إيه؟ إني كنت أعمى والآن أبصر. يبقى الإنسان التائب حيرى، يبقى عنده بصيرة روحية. وهقول لكم يعني إيه البصيرة الروحية. أما الإنسان الغير التائب ما عندوش بصيرة روحية، يعني أعمى. أعمى في إيه بقى؟ أول حاجة، أعمى عن ضرر نفسه، مكيفات، شهوات، شرب. هو أعمى عن ضرر نفسه، صح ولا مش صح؟ هل السيجارة صحية ولا مؤذية؟ مؤذية، مؤذية. واللي بيشرب سجاير عمر الحرام بيجي عنده، عمر الحرامي ما يهاوب ناحيته، لانه قاعد طول الليل يكح. ما دام بيكح يبقى صاحي، مش ممكن الحرامي يعدي عنده. واخدين بالكم؟ طيب. اعمى عن احتياجات المسكين. ربنا بيقول ايه؟ بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء اخوتي الاصار فبي لم تفعلوا. زي ما انا قلت، انت ما بتدي الصدقه، وخدين بالكم، انت خرجت من انانيتك الى الاخر. بدات تشعر باحتياجاته ومتطلباته، وبتحاول بقدر الامكان على حسب ما ربنا يديك انك تدي. اعمى عن الموت. ايه اعمى عن الموت؟ يعني غير مستعد لانه قابل ربنا في اي وقت. الليلة زي مين؟ الغني الغبي.
هدي المخازن وبنى أكبر منها، خزن فيها كل الخيرات كلها، وقاعد كده لك يا سلام ده أنا عندي خيرات موضوعة لسنين عديدة، افرحي وكلي يا نفسي. قالوا الملاك، قالوا الآن الليلة تطلب نفسك منك. هل أنا أو أنت عارف ميعاد ما هننتقل؟ ما نعرفش. تنتقل وأنت مستعد ولا وأنت مش مستعد؟ مستعد. يبقى إذن أنت لما ما تبقاش مستعد تبقى صورتك عمية، ما أنتش دريان، مش شايف. أيضا من بركات التوبة أنك بتتمتع بأن المسيح يملك على قلبك. هو قال ها ملكوت الله داخلكم. كون ربنا يملك على قلب المؤمنين ازاي؟ ملك امتى ربنا على قلوبنا؟ لما اتصلب ودفع ثمن خطايانا، اشترانا بدمه. احنا ناس غاليين جدا، احنا ناس غاليين جدا جدا جدا، مدفوع فينا ثمن غالي جدا، دم المسيح. دم المسيح تاخدين عافية، دم المسيح. فاحنا ناس يعني حاجة جميلة. ام ربنا ايه؟ لما انت تتوب ربنا يملك على قلبك، يقول لك ها ملكوت الله داخلكم. والكنيسة لما تأسست يوم الخميس انتقل هذا الملك لينا عن طريق المعمودية. وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان يسير أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يبقى إذن ملك المسيح بناخده لما بننزل إيه؟ جرن المعمودية، بنصير أبناء لله بالتبني. في أحد الشعرين يقولوا إيه؟ قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يبقى إذن يملك المسيح علي، واضح في إيه؟ أحد الشعانين. يبقى علينا واجب بقى، مدام المسيح يملك على قلبي يبقى لازم أخلي المسيح مالك على قلبي. طب عشان ما أخليش حد يملك بدل المسيح أعمل إيه؟ ما تملكش العالم، ما تملكش العالم على قلبك. ليه؟ لأن محبة العالم عداوة لله. ما تملكش الخطية، يعني الخطية تمتلكني. انت لما بتخطئ بتصير عبد للخطية، بقيت عبد للخطية. ده ممكن تبقى عايز تعمل خطية والخطية ما ترضاش تتعمل، إذلال. انت واخدين بالكم؟ تالت حاجة، ما تملكش الشيطان على ايه؟ قلبك. لان اي اتفاق للمسيح مع بليعال ما ينفعش، زي مثلا دي نقرة ودي نقرة اخرى، لا ما ينفعش. اما مع المسيح اما مش مع المسيح. ان انفذ وصاياه، ان احبني احد يحفظ وصاياي ويحب ابي وإليه نأتي وعنده نصنع منزل. لازم دايما أرحب به في قلبي، يكون المسيح مرحب به جوايا. إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل ليه وتعشى. يبقى أنت هنا محتاج أنك أنت تطلب من ربنا، يديك نعمة أنك تميز صوته، تميز صوته. يا إما حادثة تحصل، موقف يحصل، ميتم، مرض، ربنا أنقذك من حاجة، يبقى أنت لازم كده دايما 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 بترحب بيه إيه جواك. التناول من جسده ودمه،
من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، وأنا أقيمه في يوم الأخير. في القداس يقول لك يعطى عنا خلاصا غفرانا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ده هلاقيه في أحد الابن الضال. إيه بقى؟ الابن الضال لما رجع لأبوه أول حاجة لبسوه، قال لهم لبسوه الحلة الأولى اللي هي إيه؟ ثياب البر والقداسة. ثياب البر والقداسة، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. يبقى أنا لما بتعمد مش برجع لآدم، لا، ده أنا ببقى في حالة أفضل مما كان في آدم، ده أنا لابس بر المسيح. وعشان تبقى لابس بر المسيح لازم تسلك كما سلك المسيح. الخاتم، لبسوه خاتم في إيده. الخاتم هو ارتباط النفس بالمسيح، خد بالك، ارتبط به. خطبتكم لرجل يقدم عذراء عفيفة للمسيح، خدين بالكم. يبقى احنا نفوسنا عذارى نتخطب للمسيح. الحذاء في رجليه، العبيد كان بيمشوا حافيين، والناس الأحرار العظماء كانوا لابسين أحذية. فكون أنه يلبسوا حذاء يعني حولوا من عبد إلى حر، مش حر بس، ده صار ابن لله، صار ابن لله. العجل المسمن ده بيشير للتناول، تناول من جسد المسيح ودمه. بمناسبة العجل المسمن دوت، ايه اللي خلى الاخ الكبير يتعفرت لما سمع ان اخوه الصغير رجع وابوه ذبح العجل الكبير ده المسمن دوت؟ زمان ايام اليهود كان اللي بيربوا مواشي ياخدوا عجل على جنب كده يسمنوه عشان الواد الكبير لما يجي يتجوز يذبحوا له العجل دوت في الفرح بتاعه. فلما الاخ الكبير رجع ولقى العجل اتذبح للواد الصغير، طبعا ايه؟ اتجنن. اتجنن من حريته. طيب العجل المسمن بيعطى زي ما احنا قلنا، يعطى لا يشير للتناول مغفره وثبات. زي ما بيقول في القداس يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياه ابديه لكل من يتناول منه. الثبات في المسيح، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وايه؟ وانا فيه. يبقى انا كده خلصت الموضوع. لو حد عنده اي استفسار اتفضل، او حد فهم حاجه يقول انا فهمت. في حاجه تاني؟ مفيش. انا عارف. يبقى التوبة مرتبطة بأناجيل أحد الصوم، بشجعك خدين بالكم. وبعدين في محاذير في طريق التوبة، وبعدين قلنا في وسائط روحية المفروض تبقى معاك، الصلاة والصدقة والصوم. وبعدين قلنا بركات التوبة زي ما احنا ايه شرحناها دلوقتي. حد عنده أي استفسار؟ ولا نكل ما دكرنا ما دكرنا.